فضيلة الشيخ، نحن نعلم أن قبل فترة نزلت الأمطار، فاختلف الأئمة وأئمة المساجد، بعضهم من يرى الجمع مثلا أن الحالة تستدعي الجمع، وبعضهم لا يرى مثلا، فما قولكم في من جاء إلى مسجد مثلا وهذا الإمام لم يرى أن الجو أو المطر يسوغ الجمع، فذهب هذا المصلي أو هذا المأموم إلى مسجد آخر أو بحث عن مسجد آخر حتى وجد أحد المساجد يجمع فيها، فصلى صلاة العشاء فصلى الجمع في مسجدين مع إمامين، ما قولكم في ذلك؟ مع العلم أن الإمام الأول لم يرى أن هنالك مسوغ للجمع، إذ لا يوجد مطر ولا يوجد وحل ولا هنالك برد ولا غير ذلك. أرى أن هذا يشبه من سافر في رمضان من أجل أن يفطر، والعلماء قالوا إذا سافر في رمضان من أجل أن يفطر حرم عليه السفر والفطر، لأن هذا الرجل الآن ما ذهب يريد الرخصة، ربما يكون تعبه من مسجد حيه إلى المسجد الثاني أكثر من تعبه إذا حضر إلى صلاة العشاء، لكن يريد أن يتخلص من الصلاة، فكأنه يقول أرحنا من الصلاة ولا يقول أرحنا بالصلاة. أرى أن مثل هذا إن لم تكن صلاته باطلة فهي إلى البطلان أقرب منها إلى الصحة، لأن هذا ما ذهب للجمع إلى المسجد الذي يجمع من أجل السهولة، إنما ذهب من أجل التخلص، وإلا فمن المعلوم أن السهولة إذا جاء إلى مسجده في وقت الصلاة مع قربه أفضل وأسهل له. فأنا في شك من صحة صلاته، ونصيحتي للمسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن الله فرض الصلاة وجعلها كتابا موقوتا بوقت معين، لا يحل للإنسان أن يقدم الصلاة على وقتها، وإذا قدمها لم تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إلا إذا كان هناك عذر شرعي لا بأس. ثم نقول لهذا الرجل اذهب الآن إلى بيتك، وإذا أذن العشاء فإن كان عندك قدرة أن تحضر المسجد احضر، وإن كانت السماء تمطر ويلحقك مشقة صل في بيتك، وأنت ولك أجر الجماعة، لك أجر الجماعة كاملة لأنك تخلفت عنها لعذر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم.